كوباشي القريبة من ناحية السعدية من فلول إرهابي داعش على يد قوات البيجمركة التي تمكنت في ملحمة قل نظيرها من طرد الدواعش الإرهابيين من المنطقة وتكبيدهم خسائر جسيمة. تتواصل زيارات شرائح ومكونات خانقين إلى قوات البيجمركة المرابطة في خنادق الدفاع عن كردستان للإعراب عن الدعم والمساندة للبيجمركة التي أصبحت نبراسا ورمزا للتضحية والفداء والنصر ومحط فخر واعتزاز شعب كردستان والعالم أجمع في مقارعة قوى الشر والظلام ودحرها. قبل أيام قليلة كان إرهابي داعش يتحصنون هنا في نقطة كوباشي التابعة لناحية السعدية. المكان الآن بيد قوات البيشمركة البطلة، وسيطرتهم عليه لم يكن بالشيء اليسير. مواجهات مسلحة وعمليات اشتباك عنيفة جرت في هذا المكان بين قوات البيشمركة وإرهابي داعش. نحن مقاتلي قوات الإسناد الثاني قبل أيام استطعنا تحرير هذه المنطقة من فلول داعش النتنة، ونطمن أهالي إقليم كردستان بأننا قادرين على تصدي أي اعتداءات تتعرض لها المنطقة، وسنكون الحارس الأمين لتربة كردستان وأهلها بمختلف مكوناتهم. هذه آخر نقطة سمح لنا بالوصول إليه من ناحية السعدية التي أعادت قوات البيشمركة سيطرتها على هذا الجزء منها. لقد صالت قوات البيشمركة في هذا المكان صولات الرجال، فوفاء من أهالي مدينة خانقين لهذه القوات، تفقدت مؤسسة الشهيد سلامة الثقافية القطاعات الأمامية لقوات البيشمركة تعبيرا منها بالتضامن مع قوات البيشمركة ومساندتها لها في أرض المعركة. دار الثقافي لشهيد سلام عبد الرزاق في خانقين مع عائلة الشهيد اليوم زاروا جبهات السواتر الأمامية للبيشمركة، ورأينا البيشمركة في همة وهبة لأي هجوم داعشي على منطقتهم، وإن شاء الله راح ينظفون المناطق كلها من نجاسة الداعشية. احنا عائلة شهيد سلام جايين الى منطقة الامامية في كوباشي للدعم قوات البيشمركة وندعي لهم بالخير. واليوم استطاعت هذه القوات ان تكون بديلة للقوات المسلحة العراقية في مناطق كثيرة من العراق، رغم الحصار الذي فرض عليها من قبل الحكومة العراقية بعدم تزويدها بالاسلحة وقطع تمويلها المالي واللوجستي لغاية في نفس يعقوب. فقوات البيشمركة اليوم تقاتل أبشع أنواع الإرهاب المتمثل بفلول داعش النتنة ومؤدية الأمانة الملقاة على عاتقها، وتحرر منطقة تلو الأخرى بمساعدة الأصدقاء في العالم، وهم يمسكون الأرض التي دنسها داعش ومن يؤيدهم ويطهرونها بدمائهم، مثمنين دعم الأهالي والمؤسسات لهم في هذه الأيام خلال المعركة. احنا كقوات بيشمركة في ناحية السعدية نشكر اهالي الشهيد سلام لدعمه وزيارته الينا في منطقة السعدية، ونشكر اهالي خانقين كافة واهالي كردستان بجهودهم وتعبهم الينا. نشكر عائلة الشهيد سلام لزيارتها لنا في القطاعات القتالية في ناحية السعدية، وان دل هذا الشيء انما يدل على وفاء هذه العائلة وباقي عوائل كردستان لتربة وطنهم. وقد سطرت قوات البيشمركة في معاركها اروع ملاحم للبطولة والفداء، وكتبوا للتاريخ بأنهم جيش لا يقهر، وأن كردستان مصونة إلى الأبد بشجاعتهم. فهم إلى جانب كل هذا يعبرون عن فرحتهم لهذا الدعم الجماهيري الكبير لهم في حربهم ضد الإرهاب. نحن على استعداد تام لمواجهة أي جهة تريد الاعتداء على أبناء وتربة كردستان، ونريد أن نقول شيئا. نحن على استعداد تام لمواجهة أي جهة تريد الاعتداء على أبناء وتربة كردستان، ونريد أن نقول شيئا إلى أبناء كردستان. إن كردستان مصانة إن شاء الله، وسندافع عنها لآخر قطرة دم فينا، وسنرفع علم كردستان على جبال حمرين في أقرب وقت ممكن. نحن قوات البيشمركة في القطاعات الأمامية للمعركة نطمن أهلنا في كل أرجاء كردستان بأن معنوياتنا عالية، ونحن متهيئين لأي اعتداء قد يحصل، ونقول لأهلنا أننا لا نهاب داعش ولا أي جهة أخرى تريد الاعتداء على شبر من أرض كردستان. هكذا يتواصل الخانقينيون في دعمهم لقوات البيشمركة في القطاعات الأمامية للمعركة. لفضائية كركوك من نقطة كوباشي التابعة لناحية السعدية، عباس الأركوازي.
من جانب آخر استقبل مسؤول